السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول صاحب القناة: سمعت كثيرا من بعض الأصدقاء أن أي رجل يجامع زوجته ولم يقل دعاء الجماع، منهم من قال أن الشيطان يجامعها مع زوجها، ومن قال أنه فقط يتطلع إلى عورتنا، فقررت أن أقوم بإعداد هذه الحلقة، فكونوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وفي هذا الحديث وعد لمن قال ذلك ورزق ولدا أن الشيطان لا يضره، لكن ليس بالضرورة أن من لم يقل هذا الذكر عند الجماع فإن الشيطان يضر ولده ولابد، أو أن الشيطان يكون له نصيب في ذلك الجماع ولابد. فالحديث لم يقل ذلك، وإنما فاته الفضل والحفظ الوارد هنا. فإن كان قد ترك ذلك لعذر، كأن يكون جاهلا به أو ناسيا له عند ذلك، فهو في محل العفو والمسامحة إن شاء الله بوعد الله تعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هناك أسباب كثيرة يستطيع من فاتته الفضيلة الواردة هنا أن يستدرك بها ما فاته، ومن ذلك: أولا، أن يجتهد في العمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، وتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وتحري الحلال في الكسب مع ملازمة ذكر الله وقراءة القرآن. كل ذلك كفيل بفضل الله أن يحفظ على المرء نفسه وزوجه وولده. روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، قال: حفظا لصلاح أبيهما وما ذكر عنهما صلاحا. وقال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحالة. وروى ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: طوبى لولد المؤمن، طوبى له يحفظون من بعده. وقرأ خيثمة: وكان أبوهما صالحا. وروى أيضا عن أبي موسى قال: قرأ الحسن هذه الآية: وكان أبوهما صالحا، قال: ما أسمعه ذكر في ولدهما خيرا حفظهما الله بحفظ أبيهما. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله وكان أبوهما صالحا فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت السنة به. ومما ينبغي العناية به رجاء صلاح الولد فكرهانه بالعقيقة عنه يوم سابعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قيل معناه أن العقيقة سبب لتخليص الولد من الشيطان وحمايته منه. قال ابن القيم رحمه الله: وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبوها. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه. الدعاء من أهم الوسائل الشرعية لحفظ الذرية، كما أخبر الله عز وجل عن عباده المؤمنين.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن يقولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقر به أعيننا من أن تريناهم يعملون بطاعتك. ثم روى عن الحسن وسليمان التيمي في قوله قرة أعين قالا: المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله. والرقية الشرعية من وسائل حوض الذرية، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ به إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومما يحسن التنبيه عليه أيضا في هذه المسألة أنه الصبيان من الخروج حتى تذهب فورة العشاء، فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. وجنح الليل إقباله بعد غروب الشمس وهو أول الليلة. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحبسوا صبيانكم حتى تذهب فورة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين، وفورة العشاء أول ساعة من الليل. وبكل حال، فالأخذ بالأسباب الشرعية في التربية هو أساس الوقاية والعصمة من الشيطان الرجيم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم، معكم أخيكم في الله أيمن صابر من قناة معلومة. أحببت في خاتمة ذلك الفيديو أن أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا دائما نقرأ أو نسمع في دروسنا الماضية كلمة: ما هو المستفاد من ذلك الدرس؟ وكذلك سوف أقول لكم: هل أضاف إليكم ذلك الفيديو جديد أو معلومة جديدة؟ إن أضاف إليكم فالحمد لله والشكر لله، وإن لم يضيف إليكم أي شيء جديد فكفانا فقط شرفا وجودكم معنا. وكذلك نرجو أن نسعد بوجودكم في الفيديو القادم. كان معكم أخيكم في الله أيمن صابر، أستودعكم الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هنا انتهى الفيديو، ولكن لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. عزيزي المشاهد، قبل أن ترحل يجب أن تعرف أننا عائلتك الثانية التي تسعى دائما لتوفير كل المعلومات الدينية والثقافية القيمة والصحيحة. فنحن نسعى جاهدين هنا في قناة معلومة أن نبحث جيدا عن أصل المعلومة ومدى صحتها، ونقدمها لك بشكل بسيط ومفصل. وندعوك عزيزي المشاهد لمشاهدة المزيد من الفيديوهات على قناة معلومة، فلدينا قصص الأنبياء كاملة، وكذلك قصص الصحابة والتابعين، قصص تحكي تفاصيل حياتهم وما تعرضوا له من مواقف قاسية لنأخذ منها العظة والعبرة. وكذلك كل المعلومات التي تحتاج أن تعرفها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قصص من داخل بيت النبوة، وكل ما تود معرفته عن أحداث النهاية فيما يتعلق بالعلامات الصغرى وما ظهر منها وما سيظهر، وكذلك العلامات الكبرى من ظهور الشمس من مغربها، وقصة يأجوج ومأجوج، والمسيح الدجال، وما سيحدث بالتفصيل يوم القيامة. وأيضا كذلك نعرض عليكم أهوال يوم القيامة من أحداث الصراط المستقيم والعرض والنشر وغيرها من الحقائق والعلامات، كل ذلك من خلال قناتكم قناة معلومة.
كل ما عليك الآن هو الاشتراك في القناة والدخول إلى صفحة القناة للتمتع بمزيد من الفيديوهات القيمة. لا تنسوا تنشيط علامة الجرس. تقبلوا تحيات أخيكم في الله أيمن صابر.